is produced from 100 grams of copper. يبقى أنا الكبر is given إن الكبر عندي 100 جرام خلاص، وهو عايز what mass of silver بالجرام، mass يعني بالجرام. ماشي، يبقى هو دلوقتي أول حاجة يبقى أنا هشتغل على الكبر والسيلفر صح؟ المور ريشيو 1 تو 2، هو مديني 100 جرام وعايز كام جرام؟ خلاص حازم اعمل ايه؟ معلش اصل انا مش بشتغل بالطريقه دي، انا مش بشتغل، انا بشتغل بقى. هو كان اصلا انه مساله اساسا دي. ماشي اشتغل باي طريقه انت عايزها، اشرح لي طريقتك. لو هو مثلا عايزها بالجرام زي كده كده بقلب الاول كله في الاول لمونز اساسا من الاول خالص عشان ما لخبطش نفسي. هو لو كان عايز جرامز برضه بقلبها لمونز في الاول. يعني انت بتعمل هتحول من جرام لمول وبعدين تجيب النمبر اوف مول وبعدين تروح من مول لجرام تاني. كده بحس ان انا مش مطلوب. والله مش بيحب تاتا كده عشان لا ما انا ليه. لا طب ممكن اقول انا حاجه. لا يا ولاد ده انا بحاول المول لجرام. ماشي مش غلط، مش غلط، بس انت زودت على نفسك خطوتين. طب ما تحول المول، هو عايز الجرام يبقى حول المول لجرام. دي طريقه ان انا بقلب الاول عشان اخلص كلها وبعدين اروح مرجعها تاني، بحس كده احسن مش عارف. طب خلاص ماشي اشتغل لوحدك كده. ماشي طلع لنا الريزلت واحنا هنشتغل لوحدنا نطلع الريزلت. طيب هو عايز الجرام يبقى انا هحول المولز لجرام. المول من الكبر كام؟ شوف يا دكتور بسرعه 50 كام؟ ال1 مول كام من الكبر؟ كبر 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 كبر، ها دي بلوك 29 29 ده الاتوميك، ها 63 ده لحد يمديني 63.5 جرام بير مول. خلاص ده هيدي 2 جرام من السيلفر مش كده، 2 مول من السيلفر. يعني الماس من السيلفر كام؟ 2 في 107.8. طيب ماشي يبقى اللي هي تساوي كام؟ كده ايه المطلوب بقى؟ 215.6 جرام. اوكي طيب اذا كان 60 جرام من الكبر هيدي 215.6 جرام من السيلفر. خلاص يبقى ال 100 يدي كام؟ يلا كروس مالتيبليكيشن نعملها كده يا دكتور يا باشمهندس. 63.5 تايم 215.6 على 100 تطلع كام يا باشمهندس؟ كام؟ 339.5 صح كده؟ اهي انا خلصت على فكره. ماشي انت بتكتب الرياكشن. لا انا بحب اقول دي حلوه ودي حلوه اللي تيجي على بالي. ماشي وانتوا عملتوها ازاي في كلاس كده؟ احنا انت يا راجل حرام عليك، انا اول سنه بجيب حاجه حمراء وحاجه زي كده ونقعد نحط لحم الكلاب ونقعد ننزل لغايه ما يبقى ابيض. وعمره ما تلعب يا ابني. والله العظيم دي حاجه احنا بنلعب في الكلمه. اه والله في الاخر نحط له ميه ونمشي ونبهدل بقى. عمره ما تلعب معايا يقول لي دايما انت بتعمل حاجه غلط، كل مره بعمل نفس الحاجه غلط مش عارف ايه يا جماعه. طب قول لي عليها يقول لي لا. وانا عمر بروح نهزر مع الراجل اللي هو او بنسيب السوبرفايزر اعملها اعملها نملى له ميه في بتاعه. طيب تعالوا نعمل فري، تعالوا نعمل فري. وات ماس اوف الوبس what mass aluminum is produced by the decomposition of aluminum oxide. طب الالومنيوم اوكسيد اهو Al2O3 لما هيعمل decomposition هيديني الومنيوم واكسجين صح؟ balanced؟ لا مين هيشتغل معايا هنا؟ طيب اوكي balanced؟ هنحط قبل الالومنيوم 2؟ ايوه واللي هي common ratio هنحط هنا؟ لا يبقى لا هنا؟ اما ايوه يبقى هنحط هنا 2 وهنا 4. ايوه برافو عليك، هنا هيبقى 2 وهنا 3 كده بقى 6 و6 وهنا 4. اوكي هو عايز ايه؟ بيقول لي what is the mass of aluminum is produced by the composition of 5 جرام. خلاص 5 كيلو جرام وعايز الماس. طيب انا المول ريشيو 2 to 4 to 3. مش عايزه ال 3، هو بيقول لك what is the mass of aluminum بس 2 to 4 يعني 1 to 2 صح كده؟ دي المول ريشيو. هو مديني كام؟ الجيفن مديني 5 كيلو جرام. نحول المول لكيلو. وعايز ايه؟ دي بالمول ولا بالماس؟ عايزها بالماس. طيب اوكي اعمل ايه بقى؟ خلاص احول المول لل حول المول لماس. طيب ال1 مول من الالومنيوم الله عليك ماشي، بس التوك لونجر تايم بس اتس اوكي. خلاص اذا كانت دي مريحاك اوكي الالومنيوم. طب حل ثلاثه بقى كده يا حازم. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنحول المول
نمبر اوف مول لمال عشان هو عايز المس ده كيلو جرام مش جرام مش عادي اضرب في 1000 هنجيب الرقم على الجزء ماشي 26.9 طب ويت بقى الالومنيوم ده 27 المات نمبر والاكتر اوكي يبقى انا عندي 2 27 تايم 2 صح كده زائد 16 تايم 3 وانا عندي من كل ده 2 مولز خلاص يديني 4 مول من الالومنيوم يعني 4 تايم 27 204 مضروبه في 2 204 جرام هتديني 108 جرام يبقى كل 204 جرام من الالومنيوم من الالومنيوم اوكسايد يعمل دي كومبوزيشن هيديني 4 جرام من الالومنيوم يبقى 5 كيلو لا يبقى 5000 جرام ده 5 كيلو تدي كام كروس مالتيبليكيشن كم لا الانسر هنا 2.6 صح؟ 3 ده رقم المسألة لا يا حبيبي 3.26 لا 2.6 ماشي انت طلع لك كم بقى؟ 2.6 بس بعد ما قسمت على حبيبي اقرأ لي الرقم اللي عندك 2.64.05 طيب ده جرام لان انا اصلا حولت ال 5 كيلو جرام الى 5 طيب يبقى تقريبا 2.6 خلاص اقسم على 1000 بقى يبقى تقريبا 2.6 كيلوغرام او 2.64 وات ايفر مش هتفرق يعني خلاص هي حازم طلعت بطريقتك اوكي لسه بس اوكي دي طالعه بالجرام فطلع رقم كبير لو سبتيها كده خلاص صح مفيش مشكله خالص لكن هو عامل ستيب ثانيه انه محولها لكيلو جرام بس فقاسم على 1000 اوكي بس فلما قسمت على 1000 1 2 3 بقت 2.64 وانا عملت لها ابروكسيميشن عشان كده انا كاتبه ابروكسيميتلي ايكوال بس اف يو ليف ات از ذس بالجرام خلاص يو ار اولسو رايت اوكي مش معلش في اوكي يا باشمهندس يا دكتور انا اللي بعملها راوند او كده المسألة كلها بتبوظ يعني لازم اكل مش عارف مش لازم اخد كل طب انت لما عملت راوند طلعت كام مش فاكر بس انا مسحتها بعملها تاني عشان المسألة كلها